انا قلت لك بغيت نلعب، انا بغيت نلعب، انا ساكسوني. قالوا لي واش بغيتي دير بحال الوداد؟ قلت لهم لا. قلت لهم علاش؟ باسكو هنا اللي كتعلم. العام اللي فات تعلمت، العام اللي فات بديت البطوله بخمسه الماتشات مأجلين، بعد مشينا لدبي وخلينا الماتش الكاس وكل شيء، في الاخر تعذبت وتا واحد ما باغي يحتي لي الحق ديالي. الحق الحمد لله بحال اللي كيقول الوالد ديالي، مع الوقت كيبان الحوايج. دابا عاد بديت كنسمع الصحافه كيقولوا كيفاش هاد الكالندريي، والوداد عندهم دو ماتش ودابا غيكون عندهم تخوا ماتش، وكيفاش اجلوا وكيفاش اجلوا. وملي الفتح العام اللي فات عنده خمسه ماتشات، وكيفاش ركراكي وخصو يمشي عنده الريزلتا، وكيفاش وكيفاش غيدير ركراكي ملي عنده خمسه ماتش اجلين؟ دابا عاد ملي الوداد هي عندها ديك المشاكل عيقتوا مني هذا المشاكل، ملي الفتح عندها المشاكل ما عيقتوش. دونك هذا العام ما بغيناش، قلنا حنا غنلعبوا باش ما يبقاوش يقولوا الفتح كتبكي. وحنا لعبنا اليوم بالحق. العام اللي فات كليت الحصه ملي كنت كنهضر كنقول كان لعيا، درنا التعادل وكنلعبوا كل ثلاث ايام، عندنا الماتش اون روتار. بديت البطوله الوداد كان عندها 15 بوان دافونس. واش شفتي في شي بطوله انت غير غدات بطوله كتشوف واحد عنده 15 نقاط كيفاش غترجع؟ والحمد لله ما عودناش العام اللي فات بالحق. اون فا با سبلاندر، الخدمه ديالنا بحال اللي كنقولوا هو هذا بالحق. انا ماشي كنضحك دابا، كنبعد وكنشوف وكنسمع. دابا حق العام اللي فات خصني نقولها للصحافه، ما عطيتوش الحق للفاتح. ديما كنتو كتقولوا مالهم هادو مالهم هادو مالهم، وثلاث سنين ما عندهمش الراحه. اي واحد هنا غنقول له ثلاث سنين ما تمشيش بالراحه، ما تمشيش لمارينا سمير ولا طنجة ولا ليبغيتي ولا لمراكش، غتشوف واش غدير لك المراه والولاد، وغتشوف كيفاش غتجي الخدمه ولا الفنيداق. مرحبا ان شاء الله. حكا هي هذه الكالندريي ان شاء الله. انا شفت كاين ان بروجي لا فيدراسيون دفعت على هذا الشيء وفرحان باسكو الناس خدامين، والسلق جا كيدير خدمه كبير، ولا بداو كيديروا لا كوب دافريك بحال في الاوروب. من بعد غيقدروا يطلبوا منا لي مدربين ولا لاعبه، علاش غيوقفوا غيرتاحوا؟ حك سي امبوسيبل لاعب يحتك في عامين وما عندوش راحه، ويلعب ماتش اجل ويلعب كل ثلاث ايام بالحق. اما لا سوليسيون باسكو نقدر نقولها، اما عندك البيدجي الاهلي ولا الترجي وعندك ثلاثه فرقي وتهز تو لي انترناسيونال وتقدر تلعب كل ثلاث ايام، سينو ما تقدرش. بالحق الحمد لله ما غاديش نبكيو. من بعد غيبداو يقولوا صافي ركراكي بدا كيهضر، راني ساكت.